جهات متفقهات يعني المخببات في النهايه بداوا يتكلمون عن هذا الموضوع. تدرون احنا اصلا ما احنا مطالبين بالطبخ ولا الغسيل ولا غيره، واحنا ملعوب علينا وما درينا وما اكتشفنا. فجاءت الزوجه الى زوجها منفوخه وقالت على فكره ترى احنا نشتغل لكم فضلا منا لكم، يعني بدات انا تتمنن يعني عليه، وترى احنا ما احنا مطالبين بالطبخ ولا بالغسيل ولا النفخ، قال يعني من نطبخ، رح المطعم رح المغسله دبر ملابسك. فقال له مو صحيح كلامها. قالت لا صحيح، واسال عنها. اتصل بي قال لي وش رايك بالكلام هذا، تقول انا كذا وكذا وانا متفضل عليك يعني كله، ما عندي مشكله خلاص، لا تطبخي ولا تغسلي، لكن السوق ما فيها، ما نموديك دبري نفسك، اهلك ما نموديك، المطعم والكافي ما احنا طايحين، مشاغل خلاص مدري ايش، ملابس لك، ملبس في العيدين لك، نفقه معينه ابى اجيب، لكن امور اخرى لا تقولي ودنا نروح نتمشى المطعم نروح حديقه ما في. قالت من يوديني؟ قال هذا مطالب فيه شرعا، أنا مطالب شرعا، ما أنا مطالب شرعا يوديك المكان هذا كلها. قلت لها عرس يا شيخ. ها؟ كان قلت لها عرس. لا راح تقول لها الكلام هذا. عرس لا. راح تقول لها. إيه ياخذ الثانية وهم تزين الأولى. راح تقول لها، راح تقول لها الكلام ما هذا. ما تعلم مشكلة. قال خلاص ما في مشكلة. لكن سوق ما في. أهلك ماني موديك، يدبرون يدبرون إخوانك. مطاعم كافيهات ما فيه. ودني لأختي، ودني لخالتي، ودني لعمتي ما عاد فيه. قالت خير إن شاء الله، من يوديني؟ قال واحدة بوحدة. قالت تصدق ترى كنت أمزح عليك. يعني اي يعني الفكره فعلا الحين بعض النساء يتشبعون في هذا القاضي الحمايه حتى ما نصل لهذه المرحله. ممكن هذا سؤالك يعني التثقيف الشرعي، التثقيف التربوي، التثقيف العلمي، حتى ما يجي واحد يحفظ له حديثين ومقولتين ومعلومتين ويجي وينظر على غيره، وينظر بالكلام الغير منطقي وغير واقع، والعالم عايشه حياته مبسوطه يجي ويفسد عليهم حياتهم. المرات تقول انتبه، انتبه يا اختي، روحي اقراي في العلم الشرعي، اقراي في حقوق الزوجه، حقوق الزوج، اذا الزوج عنده مشاكل تفهمي معه. جميل. طيب انا الان في النقطه هذه دكتور